التاني انه ايه خلى يا سيدي الامه اللي هي بالواحد نعدهم كده مين فيهم الاغلب الاغلبيه ولا الاجماع ان تقول لي الاربعه فقهاء يمثلوا الامه؟ جبتها منين دي يا باشا؟ جبتها منين؟ اقول لك انا جبتها منين بقى، وده تاني معنى باطل جوه الحديث الذي هو اصلا باطل. واضح كلامي؟ اقول لك انا ما جبتها منين. تعال نقرا تعريفهم للاجماع وهتتبسطوا انبساط رهيب. بص يا سيدي كده الحديث خلاص يعني خدنا الحديث وفككناه، ندخل بقى منه بريدج كوبري على اللي احنا عايزينه بقى. تعريفهم هو اللي خلاهم يقولوا الحديث ده على اساس انه صحيح، يعني او معناه في نظرهم انه دليل ان الاجماع الاربعه الائمه يبقى اجماع الامه كلها. عشان ادينهم الوكاله ولا عشان ايه بالظبط؟ لا، ده بقى الوكاله بقت حق، ما بقتش طلب ورجاء سيب لي الامر ده وانا اعمل لك احسن شغل. لا 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 لا، ده بقى انت ما بتتكلمش خالص، الامر اصلا بتاعي ملكي، خدوا فلوسنا خدوا حقنا، بدل الفلوس يعني قياسا حقنا في الفكر الديني في الحريه. بص يا سيدي، اول كلام كده في القرافي، القرافي ده واحد من اهم علماء الاصول المتاخرين، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا يعتبر ولا اقول لك التعريف الاصلي اللي هو بيقول اختصاص الاجماع بالعلماء المجتهدين، بالعلماء يعني الاجماع ده اللي هم عايزينه بس بالعلماء المجتهدين، وعدم اعتبار خلاف العامة في انعقاد الاجماع. يعني احنا العامة الوحشين وهم عملوا المؤسسة بقى من اياميها ادعاء الله الكهنوت، احنا بس اللي نقول. طب لو العامة كلهم قالوا مش عاجبنا الكلام ده اللي هو حقك يا فندم، اللي هو حقك، يقول لك ولا يعتبر هذا خلاف في الخلاف لانه دول العامة. الله، ده احنا مالناش موجودين، مش ان هو خد حقك، احنا ما بقيناش موجودين في حسبتهم اللي هو اصلا مبني على حديث عشان يقول لك تجتمع الامه. خلاص نسينا الحديث بقى وفككناه، ايه اللي خلى الامه الاربعه؟ الامه هي الامه. فيقول لك لا، خلاف العامه اللي هي الامه بقى بالواحد كده ولو حتى اجتمعوا كلهم لا يعتد به في الخلاف. الله، ده انت خالفت كده معنى الحديث اللي هو اصلا باطل، لكن انت بتقول معناه صحيح. طب هم الاغلبيه العامه اللي مش عاجبينك دول؟ يقول لك لا، ما دول ما بيفهموش في الامور دي لان ده علم. وايه اللي خلى الدين علم؟ الدين هو الدين، زي ما كل واحد خلاه الناس العايزين في السياسه خلوه دوله. الاسلام دوله، ايه اللي خلاه دوله؟ الاسلام علم عشان يختصوا بعلم، ايه اللي خلاه علم؟ خلوه يا عيني كل اللي عايز حاجة من الإسلام خدها لمصلحته، إنما مش لصالح الدين.